بصي انا عايز اقول لك بعيدا وهنتكلم احنا لينا وقفه على فكره مع الارقام، لان البطوله دي واضافه البطوله دي سجل بطولات الاهلي حطينا في حته تانية خالص، خصوصا كمان فيما يتعلق بمشاركات كاس العالم زي ما انت بتقولي. بس البطوله دي اللي بقول عليها الاغلى والاهم في الوقت الحالي. طبعا كونها بطوله غابت عن النادي الاهلي 7 سنين واحنا في العشرين سنه الاخيره ما تعودناش على الغياب الطويل ده، يعني يمكن دي تكون اطول فتره غابت بطوله دوري الابطال عن النادي الاهلي، فجايه لنا زي ما بنقول كده بعد شوقه، وده مخلي ليها طعم كبير جدا او طعم حلو جدا. كمان انها جت على حساب المنافس والغريم التقليدي نادي الزمالك، وكل احترام والتقدير للاعيبته، الحقيقه لعبوا جيم محترم جدا امبارح، لكن كون البطوله جايه على حساب نادي الزمالك الغريم والمنافس التقليدي للنادي الاهلي، وخدوا بال حضراتكم انه الزمالك يمكن من حيث الترتيب في عدد بطولات دوري الابطال هو الثاني، فانت مش بس كسبت بطوله، انت حرمت المنافس او الوصيف او صاحب المركز الثاني من انه يزود رصيده بطوله ثانيه. وثالث الاسباب انه موسم صعب جدا، موسم كان شاق جدا، تعرضت فيه الفرقه الحقيقه لمطبات طبيعيه ومطبات صناعيه كثيره جدا، ورغم كده قدر رجاله الاهلي ان هم يتجاوزوا كل الصعاب ويحققوا بطوله في مشوار طويل ومشوار شاق ومشوار صعب جدا، ومع الفوز بالبطوله حققوا ارقام قياسيه اعتقد انه صعب جدا 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 انه يتم كسرها على الاقل في المستقبل القريب. الدقيقه 85 و45 ثانيه بالتحديد كانت لحظه فرحه يمكن اتهزت فيها مصر كلها. اللحظه اللي دخلت فيها كره مجدي قفشه شباك ابو جبل انتفضت. الحقيقه احنا يمكن عشنا اجواء هستيريه من الصعب جدا انها تتكرر انا وساره امبارح، لان احنا كنا بنشوف الماتش من داخل القلعه الحمراء من داخل النادي الاهلي وسط جماهير النادي الاهلي، وشفنا ولمسنا بعينينا قد ايه الفرحه الحقيقه كانت كبيره جدا، وده اللي يمكن انعكس وشفناه حتى في شوارع مصر لغايه الساعه الاولى والساعات الاولى من صباح النهارده. عشان كده بقول انها بطوله وفرحه خاصه جدا طبعا لجماهير النادي الاهلي، عوده سيد اسياد القاره وبطل ابطال افريقيا لمكانته الطبيعيه كبطل لدوري الابطال. مبروك للاهلاويه مره ثانيه.